الساعة 11 صباحا بلاغ يجي للشرطة العراقية بقتل المواطن العراقي نمير زهير هو وكل عيلته. 6 أفراد ماتوا وهم نايمين ومن الواضح إنها جريمة سرقة، والجاني كان ذكي جدا، لكن الشرطة العراقية والمعمل الجنائي كانوا أذكى منه بكتير. والدرس هنا ما تفتحش بيتك ولا أسرار بيتك لأي حد مهما كان هو مين. 2018 في العراق وتحديدا في منطقة الطالبية، عائلة مكونة من 6 أفراد بتموت كلها عن طريق الضرب بالرصاص، ومن المعاينة المبدئية الجريمة حصلت في وقت الفجر. كل كاميرات المراقبة اللي في البيت عطلانة ما عدا كاميرا واحدة بس الجاني ما كانش عارف انها شغالة. الكاميرا دي وضحت طريق دخول الجاني للبيت، تسلق حائط في جانب البيت وما دخلش من الباب الرئيسي، وده يوضح انه مش عايز كاميرات في الشارع تصوره. الجاني كان لابس قناع على وشه وشكله مخفي تماما ومعاه سكينة ومسدس، ومن الواضح من خلال الفيديو ان هما دول أداة الجريمة. دخول الجاني للبيت كان سهل جدا، لدرجة انه بعد ما نزل من السور قعد حوالي 20 دقيقة يراقب البيت من بره، لحد ما قرر انه هو يدخل ويقتل 6 افراد رميا بالرصاص، وبعدها يفضل موجود لمدة ساعة يسرق خلالها الذهب والفلوس اللي كانوا موجودين في البيت، وبعدها ياخد عربية الضحية نمير زهير ويهرب بيها بره المنطقة بتاعتهم تماما. مفيش اي دليل ساب وراه، لدرجة انه هو خارج بالعربية من البيت كان برضو لسه لابس القناع، وفضل وشه متخفي لفترة طويلة لحد ما اختفت العربية من قدام كاميرات المراقبة، وبدأ رجال الامن العراقي والمعمل الجنائي في العمل على طول. الطب الشرعي اثبت ان كل افراد العيلة تم قتلهم بنفس الطريقة، طلقة واحدة في منتصف الرأس. والمعاينة المبدئية للمعمل الجنائي ان مفيش اي بصمات غريبة داخل البيت، ولما فرغوا كاميرا المراقبة اللي شغالة اللي وضحت الجاني دخل ازاي، لاحظوا كمان انه كان بيمسح اثر الحذاء بتاعه علشان يخفي تماما بصمة الحذاء. والقضية دي في 2018 كانت من اهم قضايا الرأي العام، وكانت من اكبر التحديات لرجال الامن في العراق. وبعد مرور يومين الامن العراقي يلاقي عربية نمير زهير اللي سرقها الجاني موجودة في منطقة بعيدة جدا عن المنطقة السكنية اللي حصلت فيها الجريمة، ولكن المنطقة اللي لقوا فيها العربية ما فيهاش اي كاميرات مراقبة، فمحدش عارف مين اللي نزل من العربية او راح على فين، وده صعب الموضوع اكتر على الامن. لحد ما رجال المعمل الجنائي يلاقوا بصمة غريبة موجودة على الخزنة جوه البيت، برغم ان طريقة فتح الخزنة ما كانش فيها اي عنف، وكأن الشخص اللي عمل كده كان عارف تفاصيل البيت كويس جدا. وهنا الامن عرف ان البصمة دي هي مفتاح حل لغز القضية دي. من الواضح ان الجاني عارف العيلة اللي قتلها كويس جدا، ومن الواضح كمان انه من نفس المنطقة، لان طريقة اختفائه من كاميرات المراقبة وطريقة بعده عن الكاميرات بعد ما سرق العربية بتؤكد ان الشخص ده عارف البيت ده كويس، غير انه كمان واضح انه عارف مواعيد نوم العيلة ومواعيد تحركاتهم سواء خارجين من البيت او موجودين في البيت. وهنا قررت الشرطة العراقية انها تتخفى في ملابس مدنية وتحضر العزاء الخاص بعيلة نمير زهير اللي حضرها عدد كبير جدا من اهالي المنطقة ومن المناطق المجاورة، وبدأوا يراقبوا الاشخاص اللي حضروا العزاء بتركيز شديد، لكن ما لاحظوش اي حاجة غريبة، وبدأوا يتجهوا للخطة التانية. قرر رجال الامن ان هم يجمعوا كل الكوبايات اللي توزعت على الحاضرين في العزاء لشرب الشاي والقهوة، وقرروا يرفعوا من على الكوبايات البصمات في محاولة منهم للبحث عن صاحب البصمة اللي لقوها على الخزنة جوه البيت. ولو تطابقت بصمة مع البصمة اللي موجودة جوه البيت يبقى احتمال بنسبة كبيرة يكون هو ده الجاني، لحد ما اكتشفوا بصمة تتطابق تماما مع البصمة اللي موجودة مع الخزنة. ولما عملوا بحث وتحريات عن صاحب البصمة دي اكتشفوا ان اسمه علاء حسين جبار، وهو ضابط سابق في الشرطة العراقية تم فصله والحكم عليه بالسجن بسبب فقدانه لسلاحه العسكري وتورطه في اكتر من اعمال غير شريفة، وهو كان هربان من تنفيذ الحكم، وهو جار العيلة دي من 15 سنة، واولاده هم اصدقاء عمر اولاد نمير زهير، وهو شخصيا كان صديق مقرب جدا
للعائلة كلها. وبعد البحث والتحريات الأمن العراقي اكتشف إن علاء حسين جبار بيمر بضائقة مالية كبيرة، وهنا حطوا احتمال بسيط إنه وارد يكون علاء هو الجاني، وتحديدا كمان إنه كان ضابط شرطة فكان عارف كويس إزاي يخفي أي أثر ليه من مسرح الجريمة. ورجال المعمل الجنائي طبقوا حجم جسم علاء حسين وطريقة المشي والحركة مع الفيديو اللي متصور من كاميرا المراقبة أثناء وقوع الجريمة، والمعمل الجنائي اكتشف انها تتطابق تماما مع مواصفات جسم علاء حسين جبار. تم القبض عليه بعد 10 ايام بالظبط من الجريمه، وبعد التحقيقات اعترف علاء ان هو الجاني، لكن الاعترافات كان كلها مفاجآت. علاء كان بيخطط للجريمه قبل وقوعها ب 15 يوم، وهو كان صديق للعائله من اكتر من 15 سنه زي ما قلنا، ولانه بيمر بضائقه ماليه فكان مره قاعد في البيت مع نمير زهير وسمعه وهو بيتكلم مع صديق ليه انه عايز يشتري قطعة ارض وان الفلوس موجودة معاه في البيت وجاهزة للشراء، ومجرد ما تتوفر قطعة الارض هيطلع الفلوس من الخزنة علشان يخلص الاجراءات. وهنا علاء قرر ان هو هيسرق الفلوس بس بدون ما يقتل اي حد من العيلة، وبدأ علاء يخطط للجريمة ويرسم كل خطوة هتحصل. وفي البداية كان قاعد مع ابن نمير زهير اللي هو صديق عمر ابن علاء حسين جبار، وسأله ان كان في مشكلة حصلت قدام البيت من كام يوم وانه محتاج يراجع كاميرات المراقبة علشان يتأكد من كام حاجة. فالابن رد عليه ان في مشكلة في كاميرات المراقبة وانه كلها عطلانة، والابن نسي يقول لعلاء ان في كاميرا واحدة بس شغالة موجودة جانب البيت. ولان الابن الاكبر لنمير زهير عارف ان علاء حسين زي والده بالظبط فكان بيجاوبه بوضوح وبدون اي قلق، وما كانش عارف ان السؤال ده وراه بداية الخطر. وبعد ما عرف علاء ان كاميرات المراقبة مش شغالة بدأ يخطط لعملية السرقة، بس كان محتاج لحد يساعده. فاول حاجة كلم اخوه الصغير وطلب منه انه يساعده عن طريق ان هو يراقب البيت من بره، ولو حس ان في اي حركة غريبة بتحصل يبلغه على طول علشان يلحق يهرب. واخو علاء اتفق معه انه هيساعده مقابل انه ياخد نصيبه من المبلغ المسروق. علاء فضل اسبوع كامل يراقب البيت بتركيز منتظر اي لحظة ان العيلة تخرج او تسافر، لكن للأسف خلال الاسبوع ده لقى ان العيلة قاعدة مستقرة، وعرف منهم ان مفيش اي خطة عندهم موجودة للسفر او الخروج بره البيت في الوقت القريب. في نفس الوقت علاء كان خايف يتأخر أكتر من كده ويكون نمير زهير اشترى قطعة الأرض وبكده تكون الفلوس اختفت من البيت. وهنا علاء قرر انه هيدخل يسرق الفلوس والذهب والعيلة موجودة جوه، ولو قابل اي حد منهم هيقتله، وده علشان انه كان متأكد ان اي حد هيشوفه او يسمع صوته هيتعرف عليه على طول. بس كان المشكلة ان خطة علاء كانت محتاجة سلاح، لانه كان عايز يخلص من كل حاجة في اسرع وقت، ويبقى الموضوع مجرد طلقة رصاصة في راس كل واحد فيهم والموضوع يخلص في اسرع وقت. علاء كلم اخوه الاكبر اللي شغال برضه ضابط شرطة، وطلب منه ان هو يستلف منه السلاح بتاعه لمدة يومين علشان عايز يشتري سلاح زيه بالظبط. واخوه من كتر ثقته فيه ما كانش عارف ان علاء عنده نية القتل او الجريمة اصلا تحصل. وفي يوم الجريمة علاء تسلق السور ونزل منه، وكان في كل لحظة بيمسح اي اثر ليه، لانه عارف كويس جدا ان اي اثر من ده ممكن يفيد رجال المعمل الجنائي ويوصلوا له بأسرع وقت. وبعد ما راقب البيت لمدة 20 دقيقة وتأكد ان البيت كله نايم، دخل البيت وبدأ يتحرك جوه. لكن اول ما بدأت الحركة بتاعته جوه البيت، نمير زهير صحي من النوم وبدأ يبص عليه، واول ما علاء اتكلم نمير اتعرف عليه على طول. ومجرد ما اتعرف عليه علاء طلع السلاح وضربه طلقة في راسه، وبعدين لف على كل العيلة وهم نايمين وضرب كل واحد طلقة في راسه وتخلص منه. وقعد لمدة ساعة جوه البيت يسرق الذهب والفلوس. وعلشان يكمل باقي الخطة قرر انه هيسرق العربية بتاعة نمير زهير ويهرب منها من المنطقة، وان كاميرات المراقبة تصوره وهو بيهرب، لكنه هيفضل لابس القناع ومحدش هيتعرف عليه. وبعد ما مشي بالعربية لمسافة طويلة ووصل لمكان عارف ان ما فيهوش كاميرات مراقبة، قلع القناع من على وشه وغير هدومه ووقف عربية ورجع تاني على نفس المنطقة السكنية وطلع على البيت
بتاعه وطلع على سطوح البيت عنده وفتح جهاز تكييف وخبى جواه الفلوس والسلاح وكل الحاجات اللي استخدمها في الجريمة وقفل التكييف ونزل على البيت عنده ونام. وصحي من النوم على أصوات عالية لما الناس اللي في الشارع اكتشفوا الجريمة اللي حصل وحضر جنازة نومير زهير وكان متأثر جدا بفقدانه وفقدان العائلة قدام كل الناس وقعد لمدة 10 أيام متأكد ان صعب حد يوصل له لان من وجهة نظره هو ارتكب الجريمة الكاملة. لكن الحقيقة مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة. تم الحكم عليه بالإعدام هو واخوه لان في التحقيقات عرفوا ان اخوه كان عارف ان علاء داخل يقتل العيلة كلها ويسرق الفلوس والذهب. وعلشان كده بلاش تحكي لحد عن اسرارك او تدخله بيتك وتبقى العلاقة مبالغ فيها مهما كانت درجة القرب او الصداقة. سلام عليكم.